والابن والروح القدس الاله الواحد. باسم يسوع هللوا لتسجد الاله اقليل ملك كللوا رب الجميع ده. ترنيمه 156 ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بواسطة ربنا يسوع المسيح. آمين. قال ربنا يسوع المسيح:
تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. معكم. والدعاء لهذا المساء المبارك، مساء الأحد 16 بعد عيد الثالوث، والذي نحتفل به بأحد الشكر السنوي وخدمة التثبيت كما هي على الأوراق التي بين أيدينا. لنصلي. نتضرع إليك يا رب أن تجعل رأفتك الفياضة تظهر كنيستك وتحميها، ولأنها لا تستطيع أن تدوم سالمة دون معونتك، احفظها على الدوام بنصرك وفضلك، بربنا يسوع المسيح. آمين. اللهم أبانا السماوي القدير، موجد كل الخيرات وواهبها، إننا نشكرك لأنك أجزلت لنا عطاياك وأدمت لنا مراحمك، ونقر أمامك بأننا نعترف بوجودك. فاغفر لنا اللهم تقصيرنا، وغير قلوبنا لكي نقدم لك كل حين قربان شكرنا، فنكون في يوم الحصاد العظيم أغنياء بثمار البر والمحبة
بيسوع المسيح ربنا. آمين. اللهم القدير الأبدي الذي دعوت هؤلاء المثبتين بالمعمودية المقدسة ليكونوا أولادك ودربتهم في كلمتك، نضر عليك أن تحفظهم في الإيمان الحقيقي وتنميهم في معرفتك، كي لا تضلهم التعاليم الكاذبة عن حقك وتلويهم التجارب عن طريقك، ليبلغوا الهدف الذي عينته لهم كأعضاء عاملين في كنيستك، بيسوع المسيح ابنك الحبيب ربنا. آمين. الرب معكم. القراءة المعينة لهذا الأحد المبارك 16 بعد الثالوث مأخوذة من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح 14 من العدد 14 حتى 18. ثم نظرت وإذ سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. إلى هنا انتهت القراءة. بركات الرب عد شاكرا واعترف بالجود حتى في العناء، كل صبح ومساء ذاكرا جوده السامي بحمد وثناء. الترنيمة 25، ترنيمة 25. Thank you.
ولنستقم لنسمع كلمات الإنجيل المقدس كما دونها لنا البشير القديس يوحنا في الإصحاح السادس مبتدأ بالعدد 25. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المنى في البرية، وكما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. هذا هو إنجيل الرب. دعونا نصلي. لتكن يا رب أقوال فمي وتأملات قلوبنا وأعمال أيدينا مرضية لديك في السر وفي العلن، بمحبة فانينا ومخلصنا وخالدنا. آمين. تفضل. اسمحوا لي أولا أيها الإخوة والأخوات أن أهنئكم جميعا بأحد الشكر السنوي الذي يصادف اليوم، وهذا الاحتفال الكبير في كنيستنا وفي مطرانيتنا في القدس والشرق الأوسط في هذه الكنيسة الحبيبة منذ العديد من السنين، ونحن نحتفل بهذا اليوم، أحد الشكر السنوي الذي أصبح علامة خارقة في مطرانيتنا، خاصة فيما يخص الشكر هذه الفضيلة الرائعة والمسيحية في حياتنا. يسأل العديد من الناس: ما هو أحد الشكر؟ ولماذا نخصص أحد كامل؟ وربما نحن نصرف الكثير من الوقت لكي نهيئ ونحضر من أجل هذا اليوم ونعلم ونتلمذ. فاليوم سوف نذهب معا في رحلة روحية لكي نتأمل في هذه الفضيلة الطاهرة، هذه الفضيلة التي تعلمنا كيف نكون أبناء وبنات الله في أبناء الملكوت وفي العيش المسيحي في البر والقداسة. طبعاً نعرف أنه
أحد الشكر العديد من المواضيع، منها الوكالة المسيحية، منها العشور والتقديمات، منها العطاء والبذل والتضحية، منها الشكر، منها موضوع الخليقة وغيرها من المواضيع التي تهمنا في هذا اليوم والتي تختص بالشكر، وكيف يعيش الإنسان الحياة فيها شكر لله وامتنان لنعمه وعطاياه. طبعاً أنا أبدأ قبل ما أبدأ بموضوع الشكر ولماذا الشكر ومعاني وأهداف الشكر، أود أن ألفت انتباهنا من جديد إلى كلمات الإنجيل المقدس. هذا الإنجيل الذي فيه يتحدث البشير يوحنا عن الخبز النازل من السماء. يمكن إحنا اليوم قرأنا نص صغير بهذا الإنجيل، ولكن إنجيل يوحنا الإصحاح السادس هو من أطول الإصحاحات الموجودة في الكتاب المقدس، يعني إصحاح طويل بالفعل، ملام بيتحدث فيه البشير يوحنا عن يسوع المسيح الذي هو الخبز النازل من السماء. يعني إحنا نعرف إنه الخبز النازل من السماء هو صورة اللي موجودة في العهد القديم، خاصة عندما خرج شعب الله من العبودية من مصر إلى برية سيناء، وهناك لمدة 40 سنة، 40 عام كانوا يأكلون المنة في البرية. كلكم سامعين بالمن أكيد. هلا في قصة المن في أصحاح 16 من سفر الخروج يتحدث إلينا موسى عن تجربة شعب الله في ذلك الوقت في موضوع الأكل والشرب. عارف إنه لما طلعوا من مصر كانوا قد زي ما بنقولها متضايقين، مظبوط إنه كانوا تحت العبودية، ولكن كان متوفر لديهم كل شيء، مش بس النيل موجود من ناحية الشرب، ولكن كمان كان في الأكل والشرب وما إلى ذلك. فلما وصلوا للبرية هناك قال لموسى ولهارون: أنت لوين جبتنا؟ أنت لوين على البرية؟ إحنا كنا عم ناكل ونشرب وهلا فيش عندنا لا شرب ولا أكل. وعشان هيك موسى صلى إلى الله لأن شعب الله تذمر في ذلك الوقت وقال: نحن أتينا هنا لنهلك. على أجل موضوع المن، وطبعا قال ربنا لموسى بتقول لهم إنه هاي المن رح ينزل كل يوم الصبح، يوم الصبح على الندى بتروحوا بتلموا كل اللي زي كأنه زي ما نقول تقريبا هو خبز بطعم العسل كيف إجا بسفر الخروج. هذا المن كل يوم الصبح بتلمه، بس كل واحد بلم على قدر حاجته، ممنوع تخبي لتاني يوم، لأنه إذا خبيت لتاني يوم هذا رح يطلع فيه دود وينتن رح يخرب، فلازم يجب الالتزام بهذا القوانين. وعندها عند هبوط كل يوم يذهب الجميع ويأخذ حاجته. في بعض الناس ما صدقوا، خافوا أن يكون فيهم إعواز لتاني يوم، قال لك شو بتمنى تاني يوم يعاود ينزل كموضوع. راحوا لموا لتاني يوم، ولكن أنزل بالفعل خرب هذا المن. يسوع أخذ هذه الصورة طبعاً من الإنجيل وقعد يحدثهم إنه المن اللي نزل بالبرية على زمن موسى، وقال آباؤنا أكلوا المن في البرية وماتوا، ولكن أنا أعطيكم الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي يأكل منه لن يجوع إلى الأبد، ومن يقبل إلي لا يعطش أبدا. إحنا نعرف أن التجربة بالذات بالمصطع اليوم، إذا متذكرين كيف افتتح الإنجيل، قالوا أنه يعني شافوا يسوع انبسطوا أنه شافوه، انبسطوا أنه شافوا يسوع، فقال لهم: أنكم انبسطوا عشانكم شفتوني، ولا انبسطوا عشان أنا طعميتكم خبز وشبعتكم في البرية؟ متذكرين كان قبلها بشوي يسوع عامل عجيبة تكثير الخبز والسمك. فهون عم نشوف إنه في نوع من الإعواز، الناس لسه عم بتحس بالرغم من تجربتها مع يسوع، عم بتحس إنه لسه هي بحاجة لأمان معين، إنه الخوف من الإعوزاز دائما في قلب الإنسان. وعشان هيك اليوم أنا بدي أحكي عن موضوع الشكر، ونتذكر مع بعض
هذه القصة اللي احنا سمعناها من كان من سفر الخروج او من سفر من انجيل القديس يوحنا اللي بيتحدث عن المن والخبز النازل من السماء، لنحكي شوي عن فضائل الشكر ومعنى. يمكن الواحد حب حاجه لوقت شوي اكثر لانه هالقد في تفاصيل، ولكن على قدر المستطاع انا راح الخص كمان حتى يكونوا ابنائنا وبناتنا مرشحي التثبيت يكونوا كمان سامعين لفضائل الشكر اللي هو مهم. ونتذكر اليوم مش بس لازم نشكر ربنا احنا، ولكن كمان نشكر اهالينا، نشكر الكنيسه، نشكر كل الناس اللي احتضنونا ووصلونا لوين احنا وصلنا اليوم للتثبيت المقدس. بالنسبه لنا الشكر هو الامتنان لشخص الله لمحبته وخلاصه ونعمه المتنوعه. احنا بنعرف انه الانسان يجب عليه ان يذكر احسان الله لنا. واحنا في خدمه الشركه المقدسه لما نحفل بالفارسيه نحن نحتفل بالشكر الكبير، هيك اسمها يعني الاحتفال الشركه المقدسه هو الشكر الكبير. هاي كلمه افخارستيه من اليونانيه التي تعني الشكر. وهذا الشكر اللي احنا بنكون فيه هو امتداد لعمل المسيح الخلاصي على الصليب. يعني في كل مره احنا نحتفل بالشركه المقدسه نحن نذكر بالشكر عمل الله الخلاصي على الصليب والقيامه. ولكن اهم من كل شيء ان الشكر، فعل الشكر نفسه، هو جواب الإنسان لهذه النعمة المجانية المتواصلة. وإحنا بنعرف إنه في المزامير، المزامير وصاحب المزامير هو خير مثال لهذه الحياة التي فيها شكر. فهو يعلمنا الفرح، يعلمنا الحمد والتسبيح حتى في وقت الضيقة، حتى في وقت الضيقة والشدة نحن علينا أن نشكر الله في كل شيء. بالنسبة لنا في الإنجيل المقدس وبالذات بأصحاح الأول من إنجيل يوحنا يعلمنا البشير أمر في غاية الأهمية فيما يخص الشكر. يقول نحن نأخذ من ملء نعمة الله المفاضة علينا بيسوع المسيح ربنا. وإحنا نعرف كلمات الإنجيل الآية اللي بتقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. يعني خلينا نتخيل هاي الصورة هالقد الجميلة بتقول إنه كيف إحنا من ملء الله أخذنا نعمة فوق نعمة فوق نعمة وأكثر مما نستحق، أكثر مما نستحق. الهدف من الشكر خلال كل الأحداث التي تصيبنا في الحياة إن كانت منيحة أو أقل جيدة هو قبول ملكوت الله، أن يقبل الإنسان أن يكون جزء من ملكوت الله، والإحساس بمحبة الله وقيادته للإنسان، والعيش بحسب إنجيل الرب يسوع بقوة الروح القدس. اليوم إحنا بنطلع على شبابنا وصبايانا المثبتين إن فعلاً يمشوا بحسب هذه البلاء، أن يكون دائماً إنجيل المسيح دائماً صوب أعين، أن نتأمل بقوة الروح القدس لتقودنا لتتميم النذور والوعود التي أخذها عنا عظامينا شبيهنا بالماضي، واليوم نحن نأخذها على أنفسنا. ولكن لماذا نحن نشكر؟ هل الله ينتظر منا الشكر؟ هل الله ينتظر منا أن نحمده على ما يعطينا إياه؟ طبعا لا، الله لا ينتظر منا الشكر، الله لا ينتظر منا الشكر، وإلا فإن الله يكون وكأنه يحتاج إلى شكرنا. ولكن نحن نتذكر كلمات خليل جبران، جبران خليل جبران اللي قال إنه النبتة زي الياسمين اللي موجودة على جدار بيتك أو في الشارع حتى، عندما تمر أنت تشم الرائحة الزكية لعبير هذه النبتة، ليس لأنها تطلب منك أن تقول لها شكراً ولا أن تمدحها من أجل رائحتها الزكية، ولكن لأن طبيعتها في طبيعتها تكمن تلك الرائحة، هيك ربنا خلقها تعطي هذه الرائحة.
ونحن كذلك يجب علينا أن نتذكر دائماً أن الشكر يجب أن يكون في جوهر إيماننا ورحلتنا الإيمانية كمسيحيين. نحن نشكر الله على نعمة الإيمان والفرص المتجددة في التوبة ولحياة البر والقداسة. نحن نشكر الله في كل شيء وفي كل حين، لأن الله هو الكل في الكل. الله هو كل شيء بحياته، الرب يسوع هو كل شيء بحياته. وهناك العديد من الأمور التي تعيق حياة الشكر الذي يجب أن نعيشها ونحياها. وهنا بدي أتذكر كمان مرة القصة في البرية مع المن والسلوى، وكيف تضمر شعب الله وقديش كان بحاجة لأشياء كثير حتى يدرك قيمة اللي عم بيعمل الرب من أجلهم ومن أجل حياتهم. أولاً اللي بعيد شكرنا لله هو موضوع التركيز على الضيقات والمتاعب في حياتنا. كل ما ركزنا أكثر على مشاكلنا، كل ما ركزنا أكثر على خوفنا، كل ما ركزنا أكثر على همومنا، سوف تستحوذنا كل هذه الأمور ولا نستطيع أن نرى السعادة التي قد تأتينا من الله. اليوم إحنا بنفكر وهالقد إحنا زي ما قلنا نستهلك من كل هالأشياء اللي بنفكر فيها، لدرجة إنه نوصل لدرجة الخوف والقلق والاكتئاب والحزن، ويمنع الشر ويمنع الشكر، يمنع الشكر عنا والشعور بالسعادة. أنا بدي أقتبس مقولة قرأتها وهيك وليتها هالقد فعلا مهمة، خاصة لما بنفكر بالمشاكل نقعد نحسب شمال ويمين نقلق وكأنه الأمور هي بإيدينا، يعني إذا إحنا قلقنا راح نغير شيء. طبعا أكيد يكون من باب المسؤولية، ولكن خلينا نسمع من الكلمات: لنعش في حدود يومنا ونقدس الحاضر الذي نملكه، فالأمس قد ذهب بكل ما فيه والغد لا نملكه لأنه في يد الله وحده. في تقديس الحاضر تقديس للحياة برمتها، فنحن أولاد اليوم. ليتنا نفرح بكل ما في اليوم من خير، لئلا تتبدد طاقتنا بين التفكير بالأمس والقلق على الغد. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يكفي اليوم شره. هذه كانت كلمات يسوع. ليش إحنا من هالقد نبذل طاقة حتى نهتل الهم اللي مضى، وكذلك نبلش نفكر بأمور المستقبل؟ بس كمان مرة زي ما حكيت بمسؤولية، فيش حدا فينا إذا بده ينجح ما بده يفكر بالمستقبل، ولكن نصلي أن يضع الله المستقبل بين يديه الطاهرتين، مش نعتمد على أمور تانية. الأمر الثاني اللي هو كمان من أكبر المعوقات للشكر هو نسيان عمل الله وعدم الشعور بنعمته. في كثير مرات احنا بنفكر انه انجازاتنا ونجاحاتنا هي من تلقاء انفسنا، من جهدنا وطاقتنا ومهارتنا وذكائنا وتعليمنا وما الى ذلك، لدرجه انه احنا بنفكر كل شيء عملناه ونعمله هو بمقتضى قدرتنا نحن وليس من الله. أقول لكم بهذا يختفي الله من أسباب أفراحنا فلا نشكر على شيء. ليش؟ لأنك تفكر أنت صاحب كل الإنجاز، ما بتترك محل إلى الله. الموضوع أيضا المهم هو موضوع الأنانية والتعود على الخوف. هناك من لا يفكر إلا في نفسه وذاته، فإن أخذ لا يفكر في اليد التي أعطاه، ودون أن يتطلع بالوجه الذي أعطاه. يقول أحد الآباء: الذي لا يشكر على القليل كاذب هو إن قال أنه يشكر على الكثير، كما أن يسوع قال: الأمين في القليل أمين في الكثير.
أحد المعوقات أيضاً هو لا نشكر لعدم إدراك بحكمة الله. نمر بأمور عديدة ولا نشكر عليها، بل على العكس قد نتضايق منها ونحزن عليها. ولكن بكل ذلك نحن لا ندرك حكمة الله فيها، ولو أدركناها لشكرنا الله كثيرا. إحنا نعرف أي كثير منيح ونرددها لأنفسنا ولغيرنا، بس كثير مرات نخدهاش على محمل الجد. لأي تقول كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله، كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لماذا تحزن إذا إن لم يصبك ما أردت حتى وإن كنت بحاجة إليه؟ ألا تعلم أن الله يعلم ما هو لخيرك أكثر منك؟ الطموح يجب أن يكون في حدود الاعتدال، مش الإنسان يطمح، ولكن أن يكون في ضمن المعقول، في ضمن الاعتدال، وبعيداً عن شهوة العالم وزخارف الدنيا ومجدها الباطل. متذكرين هاي الانتشار صح؟ متذكرين هاي الآية؟ أسبوع؟ أحد الورود إيش؟ أحد الورود الثلاثة اللي حكيتوا عنها المصبوط، اللي هي إنه إحنا نرفض الشيطان ومجد العالم وما إلى ذلك. الأمر الأخير الذي يمنعنا من الشكر هو التذمر أو الطمع. التذمر يولد الطمع، وإحنا متذكرين يعني شو صار مع شعب الله في البرية اللي كانوا يتذمروا. ليش؟ لأنهم بدهم أكثر، بدهم أكثر من اللي عم يحصلوا عليه. يقول الكتاب المقدس في سفر الجامعة: كل الأنهار تجري إلى البحر، كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن، لا يمتلئ البحر. قديش الأنهار تصب بالبحر ولكن البحر لا يمتلئ. إن لم يتعود الإنسان على حياة القناعة فصعب عليه أن يصل إلى حياة الشكر. وهنا ألخص كل العظة بكلمتين: من رحم القناعة يولد الشكر، من رحم القناعة يولد الشكر والامتنان. لذلك علينا أن نشكر الله أيها الأحباء على كل النعم التي يعطينا وأعطانا إياها الله، وعلى كل شيء لم يمنحه ومنعه عنا لخيرنا حتى وإن كنا بحاجة. نشكر الله من أجل رعايته لنا، وكذلك من أجل الضرر الذي منعه عنا والذي لا نراه كثيرا. كثير مرات ربنا بنجينا من كثير أشياء اللي إحنا حتى نقدرش ننبهنا لأنه ما شفناها ولا اختبرناها، فنشكر الله من أجل هذه الأمور. نعم أيها الأحباء، مع صاحب المزامير نقول: باركي يا نفسي الرب، ويا جميع ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، ولا تنسي كل حسناتي. للرب يسوع كل المجد الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ونشترك مع كنيسة المسيح الشاهدة والمجاهدة والعاملة له هنا على الأرض بتلاوة قانون إيماننا المقدس على الصفحة 7 من التراث. نؤمن بإله واحد.
232 كتب الصلاة أمامنا، صفحة 232. أيها الأحباء في الرب يسوع، إن الكنيسة بإجراء خدمة التثبيت تتبع مثال رسل المسيح. وقد جاء في الإصحاح الثامن من سفر الأعمال أن الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. ولما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. يعلمنا الكتاب المقدس أن موهبة الروح القدس الخاصة تمنح بوضع الأيدي مع الصلاة، وبما أن هذه الموهبة تعطى من الله وحده لنرفع قلوبنا بالصلاة إلى الله القادر على كل شيء لكي يقوي بروحه القدوس في خدمة التثبيت هذه أولئك الذين صاروا أولاده بالمعمودية. لذلك عليكم أنتم أحبائي المتقدمين للتثبيت أن تعترفوا أمام هذه الجماعة أنكم عازمون بمساعدة هذه الموهبة أن تسلكوا بموجب الإيمان المسيحي والطاعة لمشيئة الله ووصاياه. وعليكم أن تعترفوا أيضا علانية أنكم مقيدون بأن تتمموا الواجبات المسيحية التي فرضتها عليكم معموديتكم. أيها الأحباء، أتجددون بحضرة الله وهذه الجماعة الوعد والنذر الخطيرين اللذين حصلا بالنيابة عنكم في معموديتكم، مقررين ومثبتين ذلك بأنفسكم ومعترفين بأنكم مقيدون بأن تؤمنوا وتفعلوا جميع ما كفله عنكم عرّبوكم وعرّباتكم. جاد سليمان سبانخ، فؤاد سامر قبعين، زيد غسان فخوري، نجيب فوزي الفار، ليث جمال الشاعر، رائد غيث عازر، نديم إبراهيم قعوار، ماريا دانيال أبو غزالة، أنجلينا نزار فضة، تيا دانيال أبو غزالة. أترفضون بحضرة الله وهذه الجماعة الشيطان وجميع أفعاله وزخارف الدنيا ومجدها الباطلة وكل شهوات الجسد الفاسدة، فلا أنتم تتبعونها ولا تنقادون لها؟ أتؤمنون بجميع عقائد الإيمان المسيحي كما وردت في قانون إيمان الرسل؟ نعم، إني أؤمن بها جميعها. أتحافظون على إرادة الله الطاهرة ووصاياه مطيعين وتسلكون فيها كل أيام حياتكم؟ سأجتهد في عمل ذلك بمعونة الله. أتعدون أن تتبعوا يسوع المسيح رباً ومخلصاً لكم؟ معونتنا باسم الرب. صلاة السماء والأرض. فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. يا رب اسمع صلواتنا وليبلغ إليك صراخنا. لنصلي. اللهم القدير الحي الأبدي الذي أنعمت بتجديد ميلاد أولئك هؤلاء بالماء والروح القدس ووهبت لهم مغفرة خطاياهم كلها،
نبتهل إليك يا رب أن تؤيدهم بالروح القدس المعزي وتزيد فيهم يوما فيوما مواهب نعمتك بغصب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة الروحية، روح المعرفة والتقوى الحقيقية، وأن تملأهم يا رب من روح خوفك المقدس الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. ماريا، احرس يا رب ابنتك هذه ماريا بنعمتك السماوية لتستمر لك إلى الأبد وتزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. أنجلينا، احرس يا رب ابنتك هذه أنجلينا بنعمتك السماوية لتستمر لك إلى الأبد وتزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. احرس يا رب ابنتك هذه دية بنعمتك السماوية لتستمر لك إلى الأبد وتزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. جاد، احرس يا رب ابنك هذا جاد بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. احرس يا رب ابنك هذا فؤاد بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. احرس يا رب ابنك هذا زين بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم.
آمين. نجيب احرص يا رب ابنك هذا نجيب بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. احرص يا رب ابنك هذا ليث بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. احرص يا رب ابنك هذا رائد بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. بنعمتك السماوية ليستمر لك إلى الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ورسنا حسابنا هذا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. اللهم القدير الحي الأبدي الذي جعلتنا نريد ونعمل ما هو صالح ومقبول لدى جلالك الإلهي، إنا نقدم لك ابتهالاتنا الخشوعية لأجل أولادك وبناتك هؤلاء الذين على مثال رسلك الأطهار وضعنا الآن يدينا عليهم لنحقق لهم بهذه العلامة إحسانك إليهم وجود نعمتك عليهم، ونبتهل إليك أن تكون يدك الأبوية عليهم دائما وروحك القدس معهم أبدا، وهكذا اهدهم إلى معرفة كلمتك والإذعان له لينالوا في الآخرة الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معه ومع الروح القدس الإله الواحد إلى أبد الآبدين. أيها الرب القدير إله الأبدي، نتضرع إليك أن تنعم وأن ترشد قلوبنا وأجسادنا معك وتقدسها وتدبرها في سبل شرائعك وإجراء أوامرك، فنصان بحمايتك القاهرة نفساً وجسداً الآن وعلى الدوام بربنا يسوع المسيح. آمين. أطلب من المثبتين أن يحنوا رؤوسهم للرب حتى ينالوا بركة الثالوث الأقدس. اذهبوا إلى العالم بسلام، كونوا أقوياء بالروح، تمسكوا بالحسن، لا يجازي أحد أحداً عن شر بشر،
شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، أغيثوا المكروبين، أكرموا جميع الناس، أحبوا واخدموا الرب فرحينا بقوة الروح القدس. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس تكون معكم وتستمر فيكم أبدا الآبدين. ألف مبروك للمثبتين وألف شكر للراعي وللكنيسة لتهيئتهم لهذا السر. للأهل للأشبين بنقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يتربوا بعزكم ودلالكم إن شاء الله. كل عام وانتم جميعا بألف خير، وكل عيد شكر وانتم بألف خير. شاكرين إلهنا الحي من أجل جميع البركات والنعم والخير الذي رأينا ونرى دائما في حياتنا، في حياة كنيستنا، في حياة مطرانيتنا، واليوم في حياة أبنائنا. مبروك أحبائي، مبسوط معاكم، تعرفنا عليكم أكثر بهالأربع أشهر اللي مرت. بدي احكي هالمره بصوت عالي هيك، غلبتوني شويه، بس بتمنى انه الرساله اللي صارت محفوره في قلبكم يسوع المسيح تستمر وتثمر وتعطي. وانا اليوم اسمحوا لي بكل محبه انه احث مش اولادنا، احث ابائنا وامهاتنا اخواننا الكبار، انه أسباب عدم مجيئهم تسألهم واحد واحد، رح يحكي لك البابا والماما مش قادرين يوصلونا على الكنيسة. بتمنى عليكم زي ما عم نغذي أجسادهم ومننمي عقولهم بالعلم بالغذاء، إنه لا ننسى غذائهم وعلمهم الروحي لينمو أكثر في الحكمة والنعمة والقامة، كما أن الرب يسوع المسيح نما أيضا كما يقول الكتاب في الحكمة والنعمة والقامة. ألف مبروك أحبائي، اسمحوا لي اليوم باسم هالرعية بالأصالة عن نفسي وعائلتي نرحب بسيادة مطراننا والقسيس الكانون دون مظبوط، والقس الكانون وديع الفار، وكل عام وانتم جميعا بألف خير. ومن هالكنيسة منعيد على كل زملائنا ورعايانا في كل المطرانية لهذا اليوم المميز وامتياز، هو للكنيسة الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس والشرق الأوسط اللي بنحتفل فيه بكلمة اليوم. من كل قلبنا نقول شكرا لك يا إله، رتلنا وإحنا أولاد صغار وعلمونا إياه. شكرا لك يا ربي صاعدا من القلب على الغذاء والكساء وعلى كل الأشياء. شوف كيف إحنا بنصير نضحك لما بنتذكر هالكلمات الجميلة، وقلبنا بيفرح على هالكلمات اللي ربنا بيحطها فينا وفي حياتنا، واليوم بنتذكرها ونذكرها لأبنائنا لأولياء الأمور باسمهم جميعا. ندعو الجميع نيابة رئيس الأساقفة، ضيوفنا الكرام، أحبائنا وأصدقائنا لقاعة الكنيسة لنتناول مع بعضنا الحلويات والبارد، الكنافة جايبين إياهم الشباب ليضيفونا اليوم لهذه المناسبة الجميلة. وبذكركم جميعا أوراق موجودة بين إيديكم لخدمات الكنيسة المستمرة، بتمنى إنه ربنا يباركنا ونستمر في كل خدماتنا. نتابع الآن في ترنيمة نشكر فيها ربنا من أجل كل شيء أعطانا إياه، ترنيمة رقم 19 اللي بنحبها، يا رب ما أعجب أعمالك جميعها بدون استثناء، واليوم التثبيت تشهد لك. ترنيمة رقم 19. Thank you.
لنعتذر بالخشوع المتواضع لخطايانا أمام الله القادر على كل شيء. اللهم القادر على كل شيء، أبانا السماوي نعتذر وليغفر لكم جميع خطاياكم ويركضكم به وليثبتكم بكل صلاة وليبلغكم الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح. آمين. نحن جميعا جسد المسيح. سلام الرب يكون معكم دائما. فنتبادل علامة السلام والمحبة والمصالحة. قبل ما نقوم بالتقديمات والعطايا على صفحة 12 دعونا نصلي من أجل الخيرات التي أنعم الله بها علينا وعلى أولادنا وأحبائنا، وخاصة تقديمات أياتنا في أحد الشكر وما قدمته لنا الرب من غلات ومن خيرات. أيها رب الله الذي تخرج الثمر من الأرض وتعطي الحياة للإنسان، نسألك ونبارك اسمك من أجل هذه التقديمات. اجعلنا يا رب أن تغذي قلوب وأجساد العديد من الناس، كما أننا نذكر دائما بأن نتغذى على خبز الحياة النازل من السماء، ربنا يسوع المسيح. آمين. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جبت علينا بهذا الخبز ثمر الأرض ومن صنع يد الإنسان الذي نقدمه لك ليغدو لنا خبز الحياة. تبارك الله إلى الأبد. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جبت علينا بهذه الخمر ثمر الكرمة ومن صنع يد الإنسان التي نقدمها لك لتغدو لنا كأس الخلاص. تبارك الله إلى الأبد. الرب معكم. مع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم للرب. ربنا ارفع. فلنشكر ربنا الله. إنه عين الصواب والحق والواجب المفروض علينا أن نشكرك في كل زمان ومكان، أيها الرب الآب القدوس القادر على كل شيء، الإله الأبدي بواسطة ربنا يسوع المسيح، لأنه هو كلمتك الأبدية. بواسطتي خلقت كل الأشياء من ذبل وجعلتنا على صورتك ومثالك. بواسطتي قد افتديتنا من عبودية خطيئة، معطيا إياه أن يولد في بيت له لأجل خلاصنا، وأن يموت في القدس على الصليب، وأن يقوم من بين الأموات لأجل جميع الناس، وأن يجلس عن يمينك رئيس كهنتك العظيم، حيث يحيا هناك ويقدم الشفاعة من أجلك. بواسطته لقد أرسلت روحك القدوس المحيي الذي يجمعنا في فرحك وفي سلامك، وجعلتنا شعب رضاك. ونقدم الشكر لك الآن لأنك تقودنا بواسطة الروح القدس إلى كل الحق، وتمنحنا القوة لنكرز بإنجيلك لكل الأمم ونكون كهنوتا ملوكيا في خدمتك. من أجل ذلك نحمد اسمك المجيد ونعظم مع الملائكة ورؤساء الملائكة وسائر الأشواق السماوية، مسبحين لك أبدا ونرنم. Oh.
فضله ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه بأن تكون تقديمات الخبز والخمر هذه هي جسده ودمه المباركين بنعمته. هو الذي في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزه، وبعد أن شكر كسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، فاصنعوا هذا لكم. وعلى مثال ذلك بعد العشاء أخذ الكأس، وبعد أن شكر أعطاها لهم قائلا: اشربوا من هذا كلكم، فإن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا، فاصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. لنجاهر بسر إيمان المسيحي: المسيح مات، المسيح قام، المسيح سيأتي ثانية. لذلك يا أبانا السماوي، فيما نحتفل بذبيحته الكاملة المقربة مرة واحدة على الصليب، نعلن قيامتهم بين الأموات وصعوده إلى السماء وننتظر مجيئه الثاني. تقبل أيها الآب السماوي بواسطة رئيس كهنتك العظيم ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، سائلينك ونحن نتناول من هذه التقديمات المقدسة في حضرة جلالك الإلهي أن تجدد نفوسنا بروحك القدوس وتكملنا بمحبتك وتوحدنا في جسد ابنك ربنا يسوع المسيح، مع المسيح وفي المسيح وبالمسيح وبقدرة روحك القدوس ومع طغمات الملائكة في السماء وربوات البشر، نرفع إليك ذبيحة فدائنا وحمدنا وشكرنا إلى الأبد. البركة والإكرام والمجد والقوة لك الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. والآن كما علمنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، نصلي معا صلاة العائلة المسيحية فلمنيك. Come on.
أحبتي في الرب يسوع المسيح، اليوم بدنا نعطي الأفضلية بعد كل المحبة لإلكوا لأولادنا المثبتين يتقدموا بعد ما يتناول سيادة المطران والقساوسة جسد ودم الرب يسوع. أبنائنا رايحين يتناولوا، وبعدين بتمنى على الجميع رح يكون في محطتين، سيادة المطران وأنا رح نكون في مقدمة الكنيسة، وزملائنا القسيس دون والقسيس وديع رح يكونوا مع نهاية الكنيسة حتى نمشي شوي أسرع. ربنا يبارك. وتقدموا بإيمان وتناولوا هذا السر المقدس تعزية وقوة لكم. Thank you.
Ah,
يكون معكم دائما. شكرا. كل عام وانتم بألف خير.